في الذكرى 46 للوحدة الإماراتية نستذكر تلك الصورة الخالدة التي تجمع قادة دولة الإمارات العربية المتحدة أثناء إلقاء بيان الاتحاد، وهي الخطوة التي جاءت تتويجا ل 47 شهرا من العمل الدبلوماسي الدؤوب الذي قاده المؤسس الشيخ زايد بن سلطان النهيان رحمة الله عليه. لم يكن 2 ديسمبر عام 1971 يوما عاديا في شبه الجزيرة العربية، ففي هذا اليوم أعلن قيام اتحاد دولة الإمارات. كانت الانطلاقة التاريخية لهذا الاتحاد قد بدأت بإجماع حكام 7 إمارات في المنطقة بقيادة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان حاكم أبو ظبي والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم حاكم دبي على الاتحاد فيما بينهم، حيث أقر دستور مؤقت ينظم الدولة ويحدد أهدافها. ووقع حكام أبو ظبي ودبي وشارقة والفجيرة وأم القيوين وعجمان على الدستور مانحين الشرعية لقيام الاتحاد بينهم والاستقلال عن بريطانيا، وانتخب الشيخ زايد رئيسا للاتحاد والشيخ راشد نائبا. وفي 10 فبراير عام 1972 أعلنت إمارة رأس الخيمة انضمامها للاتحاد ليكتمل عقد الإمارات 7 في إطار واحد، ثم أخذت تندمج تدريجيا بشكل إيجابي بكل إمكاناتها. وتمكنت دولة الإمارات منذ تأسيسها من تطوير نفسها بحيث تحولت من بلد ذي مصادر دخل محدودة إلى واحد من أهم المراكز الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط. ومنذ إعلان الوحدة قبل 46 عاما انتهجت دولة الإمارات العربية سياسة واضحة ارتكزت على توثيق كل الجسور التي تربطها بأشقائها من الدول العربية وغيرها من دول العالم الصديقة.